وللمزيد من التفاصيل احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك وسعداء كالعاده بسماع صوتك، اهلا بيك. صباح الفل استاذ كريم استاذ هواندا، اهلا بيكم، صباح الخير عليكم وعلى كل بونجور يا فندم. صباح الفل. صباح الفل. عندنا بقى يعني ايه موضوعات كثيره نتكلم مع حضرتك فيها متعلقه بالحاله الجويه سواء في الخليج سواء في مصر سواء في المغرب. ليه بقول الخليج؟ لان حضرتك طبعا يعني اكيد ادرى مني بكثير ان الايام اللي فاتت في عاصفه ترابيه قويه ضربت يعني مجموعه من دول الخليج، فالى اي درجه ممكن العاصفه دي توصل عندنا مصر؟ هو طبعا في البدايه الفتره دي من كل سنه في فصل الربيع بنشهد مثل هذه العاصفه الترابيه في دول الخليج، ولكن مش بالعنف اللي احنا بنشوفه خلال الايام، وفي نفس الوقت مش بالسيناريوهات اللي احنا بنشوفها. يعني خلال 10 ايام تعرضوا لثلاث عواصف ترابيه مختلفه. صحيح. زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا التغيرات المناخيه ليها عامل رئيسي في عنف الظواهر الجويه وفي تكرار عدد مراتها. صحيح. فده طبعا بالفعل تاثرت في عديد من دول الخليج وعلى راسهم طبعا سوريا والعراق والكويت والسعوديه. نتيجه طبعا الكتل تغير الكتل الهوائيه اللي بتكون موجوده في، طبعا هم عندهم منطقه قاريه صحراويه بترتفع فيها درجات الحراره بشكل كبير في فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس. ولكن لما تخش عليهم جبهه بارده او كتله هوائيه منخفضه في درجات حرارتها قادمه من البحر المتوسط، فروق درجات الحراره بين الكتلتين بيعمل على نشاط رياح، بيؤدي طبعا نشاط الرياح على الصحراء بيؤدي الى اثاره الرمال والاسفل وتكون موجات العواصف الترابيه وانعدام مستوى الرؤيه الافقيه وتوقف الملاحه سواء ملاحه جويه او ملاحه بحريه. لكن الحمد لله الكتل الهوائيه خلال هذه الايام بتعدي على مصر الاول من جنوب اوروبا، تعمل على الى حد ما اعتدال درجات الحراره مقارنه بالجو في الخليج. طبعا. وبعد كده هذه الكتل الهوائيه بتروح دول الخليج، في تغير الكتل الهوائيه زي ما قلت لحضرتك بيبدا يعمل فروق في درجات الحراره وفروق في سرعات الرياح، يتسبب طبعا ده في اثاره الرمال والاتربه. لكن مصر الحمد لله هذه الكتل الهوائيه المتربه ما بتأثرش على جمهورية مصر. طب ما نطمن على المغرب كده لو نقدر، يعني طبعا طقس في المغرب زي ما حضرتك عارف خلاص ايام بتفصلنا طبعا والبعثه كمان هتكون متواجده، فخلينا نعرف من حضرتك برضو يا دكتور محمود. لا الحمد لله طبعا المغرب من افضل دول شمال افريقيا من حيث درجات الحراره خلال هذه الفتره، يعتبر جوها جو اوروبي الى حد من 25 ل 27 درجة مئوية خلال فترات النهار وفترات الليل من 15 ل 17 درجة، أجواء ممتعة طبعا وأجواء مستقرة إن شاء الله. كويس جدا، ماشي، بنشكرك يا دكتور محمود ونشوفك على خير إن شاء الله يوم الأحد الجاي وبداية الأسبوع نطمن من حضرتك. شكرا.